أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. حلقة هنا ما أنت حديث كين ما أنت حكوسها بسنية هاي حسدك محي يلي وعذر حن وإله سبحانه وتعالى إن لما قلأت هاي وإله سبحانه وتعالى معوذتين كذا أركيسان يكجر سيئن إلهي حسدك إلهي لقمن قلو حسدكنا وحكم ديها وحيابها قفك دينتا كبابية. لكن إلهي سبحانه وتعالى أبو رستي سسكمد ماها معناها ننكست إلهي سبحانه وتعالى وحبو سيئي ضد أي قلبي قوذ إلهي نظيف كالليقي وجعل مركزتا حق ديقي حسدك إن إلهي سبحانه وتعالى كمن قلايا ضدنا إن وحاس أي هول كلام هايان با وحكم مشقول سيهين دادك كاليني حسدان وحكم مشقول سيهين نعمك سي أركان إني كوري مادان إن إيكم مشقول سيهين مارك ما أنت إن شاء الله وحاك هل دينا مارك هوري حسدك تعريف كيس حسد محوية هاي حكم كيس إسلام كمحوية هاي حسدك مبنانية هاي حاران ميا قفك حسدك هاي مدن بابي أو دادك حسد هاي مدن بابي أحكان تاس إيو أن أرادك أو كرة تبمي كرة قفك مركو وحسدو رادك يكسو ريبي كرتا أساقا يو سيدو كالي أسبابها كان حق حسدك علاج كيس أيو حكا دساقينا سيد هذا حسدك مركي التعريف أيو وحالي لها تمني زوال النعمة المحسود وإن لم يصر للحاسد مثلها إن معناه حال الجيدة حسدك وحالي لها إنا تمني أما الرجيسد قف إلهي نعمة سيي نعمة إنه إله كزوليو محك فائدة سادو قف كاس إلهي أم علم يوسي أم مال بوسي أم عد معان وسي قرانك أم وحبو إلهي وسي أياك حس ديسا أم حاس وناكسن إلهي سي أم عرور باري إلهي سي مركو حتى قف كتمنية ورجينا يا وحولي لنك هام نعمة اسمعوها استا تاس أي حسد لي راسي ديسا نوعي بدن الليه مركو هكالة درجات أيوك الليه نوعي كوات وحيتهاي إن أد حسدد وح كستو قفك هلا نعمة كستو معنا قف نعمة هاي ستة أما قفك قرني ساهاد أما قفك قرني إنها هاد نعمة بداء رهت هذا ما أنت تفيق وكسو قلو قف هذا في عين شيء وحلي هذا هاي نكا محو شيء وحكا مجران ما نتقاند وح معنا وح كستو إلهي قف وحو بحيي إلهي أسا بحيو سيد علم إلهي بحيي سيد إلهي رزق وحو بحيو سيد أولاده إلهي بحيو أي وحا كميدة قلبي إنو قلبي جيس وصليم نقضو وإلهي وحسي مركا وحد كوهاي ستا قفكان إلهي قفكا يعني لسان حاله وحليه إلهي يبل محو وحسي الله ولذلك وحر هذه نيسا ونوع وغطر سنوي مثل الله باتنو حيتهي قف معينة أتقانيد أي حسد قطه قف نددك لن حسد نعمة لنبا أفكي وددك وحيدها وانين كان وحكستو وناك لشي وكوري ماذا نوع عزات هذه معي علاماتك وحسدك وحلو قرطاء قفك وحي أي كرهية كرهية أي كود عيس مثلا قف الوقوة أمانه حليه والله قف هيب الواد ذالي وحفي عنو سمين وليه وحليه ذو حقبت ماله وحاعد أقو عذرك حسدك كوجر عذرك حسدك على مذيه سوحا كميذة إنا كره ستد وحواناك سندت سمايو معناها أكو أتراهيد قفك سوحا سمحو أهلي إنا أتراهيد وإلهي سبحانه وتعالى أكو هاي ستد بقى إلهي وقوع سمحو أسيي إلهي نوحك سواقيبي ان كلمات وحان ديري وقفه تقانيد اسكن عبتهي وددك اخا اقاربتان او بدن قرابد او بدن كاس معناها لب قفه لب رير سلشوا من ما دير واي ام واصل اشياء من قرابة سوكوي نكان حاسكيس باروي ان نكان حاسكيس عاسوي نكان حاسكيس ودليسا تن حاسكيس ما دليسو وحا سو دن مركا نكاس دحسد قتا ادي مركا هدي لو سو شيغبو وحا حد وحا لا يابا نكا حاسدكا نعمدو اسغا هاست اني كبدنت اني كغل نعمدو هاست نعمدو قفك كلا حسد يسد وحا لغيبه ميد كبدن الله كوسي لا كتاد او مجيد دادي ما انت نحكم مشقول سنت هبل ما حكو سو كورلي هبل ذهب ما لو غدي ناغا كو جوران معنا هبل ذهب لو كان ما انت ذهب كيده هيستو او بوخ ما اوغو ولذلك وقتروي او الله سبحانه وتعالى قفك حلي دينتي دينتي سحير ميس قفك دي دينتك خيرن تلو مركا اير اير سوخ اير كاسو صح حد تاغن او صلاتك تغي او عبادتك كتغ ما دعي دينتك كحيرنتي النبي عليه الصلاه والسلام حديثه انه شيء دونا
waxaan idhi marka martabada kood waxa way zawal nicmati lghayr nicmaka ghayrka mid kale waxay tahay oo qaybta kale qofka qaybta koowaad waxaa leedahay waxa harta hebel wixii ilaahay siiyay adina ku siiyay harta ala hebel muxuu owlaad u siiyay aniga muxuu owlaad ii siiyay adaa isku rabta kaas waa martabad maal muxuu ninka ilaahay u siiyay aniga ii siiyay ilaahay muxuu qof dadka ninka maxay u jecel yihiin dadka aniga maxay ii jeclaan waan waxaasna xasadka kugu aruuray waxa waaye waxaa harta nicmada hebel inay kasoo suusho ay kasoo guurto adiga kugu soo guurta harta waa martabad iidan martabad waxaa jirta oo xaasinimada meesha ugu dambeysa gaartay ida labaad oo ah qofka inuu tamaniyo u yidhaaho war aniga ninkan aniga xataa iyo imaan nicmadaase asaga le hawaayo wuxuu haasto ilaahu aniga ha isiin laakiin asaga le asna eber ka dhig waa kan ugu xun weye kaas maxay kii hore qibto yara ku jirtay wixii oo waxaas inaa adigna heshid waxaasoo kale inaa heshid maxaa qofka wuxuu ilaahay siiyay waxaa la yidhi allahu siyaadiyo adiga haddaa rati ilahay ka bari ilahay ku sii midaasoo kale waata dhihi kartaa ilaahay ninkaas waxaa siisa haddaa isii ilahay isii dheh laakiin ha ilaahay ka baryin ama cuqdii kaa gelan inuu asaga nicmada ilahay ka qaada adiga aad kor ad noqotid marna ka barin maxaa yaa markaas diintaada loo cabsadaa xukunkiisa waa xaaraan naam xukunkiisa waa xaaraan oo qofka muslimka ah waa dimbaabe qofkii xasad qof xasda macnaha saas waay walidalika xadiiska anas ibnu malik radia allahu canhu ana rasuul llahi sal lay slam qaal wuxuu yidhi laa tabaaqaduu hasku caroonin walaa taxaasaduu ha isxasdina walaa tadaabaruu ha kala jeesanina wakunuu cibaad allahi ikhwaana walaa yaxilu limuslima an yahjuru akhaahu fowqa thalaath xadiiska muslim wuxuu yihi nabigu calayhi salatu wasalaam war ha isxasdina marka ninka xasad xasda qowlka nabigu beeniyey macnaha ayuu diiday asbaabta keenidkan maxaa ka mid a asbaabta waxaa dhaliya cadaawad waan sheegnay marka qaarkood qof ayaa isdagaalsan tihiin markaa isdagaalsan tihin macnaheeda maaha inaa ilaahay nicmada ka suuli aad tidhaahid maaha waxaad ku dagaalsan tihin waa in la xalliya ama waxaas waa inaad gar kala qaadataan laakiin inaa tidhaahid kan waa isdagaalsanaa soo maa waxaan isku dayaa mar kasta inaan sumcadiisa ku cayaaro inaan meel markaan taga aan xasdo aan yidhaha wuxuu qabta malaha taasna waa keenta asbaabtaas xaasidka ika dimaanayso waxaa ka imaan kara asbaabta tartanka waxyaaba lawada dadka dhan raadinaya hadaad ilaahay qof siiyo waxaa laga yaaba qofkaas in la xasdaa laga yaaba macnaha macnaha fi-aad weye masalan qolada culummada camal ama ducaadka majaalkiisa ku jiraan waxaa laga yaaba nin daaci kale inay xasdaan laakiin dadka kale ma xasdayaan asaga wuxuu rabaa tanaafuska ka dhexeeya asaga wuxuu rabaa inuu noqdo nin koro oo ninka kale ka koreeyo markaa xasadka ayuu ku dhacaya waa khatar ama dad oo waxa isku gurub ah ayaa farsame isla yaqaanaan waa injineer mathalan injineernimaduu ku xasdaa maxaa yeele asagoo rabaa inuu booskaas u galo waa cudur asbaab oo keenta ka mid tahay qofka majaalku ku jiro dadka laysla qabo kale gabdhaha laysla qabo kale tan hadduu ilaahay wax siiyo oo tan wax siinin xasadaa imaan karo tan owlaada heshay tan owlaad ma helin ninkan laba qof saaxiiba kan mid lacag oo helay midka kale ma helin mid islaam fiican oo helay mid islaam xun kusoo aaday waxaas asagana asbaabta waxay ka mid tahay u keenaysa xasadka ka mid tahay waxaa kale xasad kii kana qof iska jecel inuu faan jecel faanka badan xasad uu keeni karaa maxaa yeele ma arki karo qof kale oo la faaninayo qof kale oo wax wanaagsan qabatay oo la ammaanayo ma arki karo maxaa yeele asaga wuxuu jecel yahay mar kasta xubu duhuur iyo xulb talabuljaah iyo inuu asaga madax noqdo asaga inuu dadka hogaamiyo asaga meesha inuu ka muuqdo waxyaabahaas xasada keeni karaa maxaa yeele hadduu ka muuqan waayo qofka meeshaas ka muuqdo xasda siduu markaas xasadka u samayn lahaa waxaa ka mid ah adduunya jecel xubu dunya maxaa yeele dunyaa keenta asalkeeda dunya keento waxaa keeni kara asbaabta kibir nin iska kibir badan oo dadka nin iskala weyn waa xasdaa markuu arko qof asaga ka yar oo ka cilmi badan markuu arko qof asaga ka yar oo akhlaaqda wanaagsan duu arko kibira ku jiro ilen akhlaaqda sayidu kamid yah akhlaaqda xunuu kamid yahay kibirka asagana naam qofka oo marka xasadkaas aan arkayna ku dhaco marka oo dadka kale howlahooda ku mashquulsan oo asaga aan ogeyn nicmadu ilaahay siiyey walidalik nabigu calayhi salatu wasalaam ummadda markuu la hadlaya wuxuu leeyahay ha fiirinina laa tanduruu ilaa man huwa fowqakum oo kama qaala sal allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay nin kaa koreeyo ilaahay nicmad siiyey ama kaa maal badan ama owlaad leh ama sumcad leh ama wax leh ha fiirinin wuxuu yidhi waxaa fiirsan ninki dadka niiga hooseeya fiiriya maxaa yeelay haddii aada nicmada haysatid adaa nicmada haysanin dadaa hoy haysan aada hoya haysataa
dada caafimaad haysan aad caafimaad haysataa isbitaal lagu ajifo dada adigu waxa laga yaaba ilmo aan ilmo ma dhalin midalan laakiin ina haas hata haysan bo ilaahay bo owlaad iska dhaafay inuu raaxeysto guguru gala ilaahay umsa maxay faqir way wuxuu ku guursaday malaha wax dhibaato haysan adiga laakiin guurka yahay maanta guri ka soo kacaysa oo wanaagsan walaalika aan nabiga kaleey sallallahu alayhi wasallam markaa qofka ka dambeeyay da aragtay nicmadaada dareemaysa laakiin marka qofka kor ay afiir nicmadaada kula yaraanays xasida ku galay sasdarat wuxuu leeyahay nabiga kaleey sallallahu alayhi wasallam aan wuxuu leeyahay dabba ilaykum da'ul umam qablakum ummkan igu horeeyay cudurki galay ayaa idinka igu dhax socday nabiga ummadiisu la hadlaya dadkan igu horeeyay ummadii wali wax lagu halaagay ayaa ku socotaan wuxuu yiri maxata al baghdaa wal hasad وكل عرا حناشو بغضي وعلى القواد اللي اسكو قاد يحسد وحو يري مركه نبي عليه هي الحالقه حالقه الدين لا حالقه الشعر وحو ليه دينته خيرهسا يري وخيرته واو يري حسدك وحبو خيره ما دها يرتينتو كا خيرهياي دينتو كا خيرهيا بالله عليك ونن كان حسدك وددك حسداي وددك نعمودود كو مشغولسن وما انت نكو دهاي هبل هادو غار عصب قاتي ددك نو سو شيغا هبل غار عصب قاتي كاسو كدا هبل وحاسا سو دحد حسد مر بيو قدوه كجبنية ولذلك عذر وين أكو هايو ولا حال قارب سل علاج كون شيء ناس إسكاك داويني ساسي نك اللي لحس ذي كاسو حلي هرتو معود الدين كدائم إله نبي على القرآن كل جسد دجوا حكم إذا ولا عود برب الفلق من شر ما غلق ومن شر قاسق إذا ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد أكو جرت إله وحن كام من قال شرط حزتك كاس أذيك حزتك وأسك إلى عليك ارتها داء معودين كأغرزت لكن واحد نبكو جرت نك وحز دايو أو نس ونسكم ما ينوفي عنيا ما بركة كرنا عمات الدوارك هبا الذي أمانتي الدوارك بسوي ولذلك نبغي حيرو قفك دينتي تحير ميس بركة دينتا ديكا حيرتو قفك رأس مالكو هاستو دينتيس مركو حاوة صلاة حاسد وي صلاة وتكلها صلاة إلهي مك أقبل ما حادعي صلاة ما وحو تكدوها صلاة دي والاق حيرو لكن جماعة دو اسكال احتاجي هاي صلاة وكسلان وكتكونا مكو قشوع عايو ما حادع انت لغا هستا نعمو ذاتك حستا بس وحكا لما dinta xiraanta sonko ku culus yahay sadaqo ma baxsanay ninka xasidka wuxuu leeyahay waxaan dadka waa laga sirana iyo waa lagu qayaana iyo waxa sheedanku afufa ninka lacag u haasta wuxuu ku weydisana waxa uu ku afufaya iimaankan waa dhaifiya xasidka naam iimaankan la yishtamu nabiga kaleey sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay la yishtamu fi jufi abdi qubar fi sabilillahi wa fi jahannama wala yishtamu fi jufi abdi aliman wal hasad nabiga kaleey sallallahu alayhi wasallam قف إيمان كيس في عن يحسن نيم قلبي اسمه كل مكران يلية مع قصار هذا وين أقبلت محيتها وكل من محيتها مرك مرة دي يقول لي إيمان كذا وضعيف ما عندي دتك مالك وذاك مش خصوصاً تاعي دتك حسد ده حسد أكو جرو على ما هو يدي سماش يجني على ماذا وحكم إذا إن أضح أقول إن قف كاس وحقير كاس كورتي ما دي قير كاس اللي قلنا حسد أكو جرو ما ترى معك شيء إذا دتك أنا ده هبل أمانا على هبل وحوجي مال على هذا haddii saas ku aragtid qof aqaanin oo dadka dhan umada ilaa wadar iyo waaxdi ayaa waan la dadka dhan ninkii amaanayaan oo adiga la ku taaganta xasada kugu jiray ugu calaamado kale waa cada waxa kamida dhibaatadu xasadka leeyahay raf'ul khayr wa intishar bughdha fi almujtama umada da is xasado ilaahi subhanahu wa ta'ala khayrku ka rafa'a anaga ta soomaali maxaan haasto xasad kursi hebel kor qabiil kor lagu haasta qabiil hebel malo ogolo qabiil hebel qabiil kale ma ogolo kan hebel ma ogolo ninkan walaalkiisana wax yeesh ma ogolo wuxuu leeyahay hebel reer tolkaas wax qaatay dibkaas uu nagu leeyahay walaalka waxa leeyahay ummadada is xasado waxa leeyahay qeyrka ay leeyahay rafaca war Soomaaliya is xasdina xasadka iska ilaaliya wuxuu leeyahay la yazaalu hadiiska la yazaalu an-nasu bi khayrin ma lam yatahasadu dadku waxa leeyahay ummada qeyrka ku sugan yihiin ila inta is xasad isku bilaabeen mar hadii is xasdan qeyrku waa ka tagay ولذلك دتك اسن دشه اي ولااله اي حد اس حسداينا او درن ايغن دتك رحمك اها ما حنا جوف جوف و جوفنا جوفدي كلي حسدي وانا قرابه كوري كيهين لكن جوفنا جوفدي حسدي دتك اس خيرك لا رفعه مركزت دولي اهان ايا مرك ما حنا ايغا ايا قولو قولود كلي يسيس قولود كلي قولود كلي وحدو الى حدو ما نين فاميل كود حدو ما نين غير صدقه بحسن اي غير الهي او نين غير الهي لا دوني قولو كلي كو تاغن او اسا قرابديسا حسد ku jiro qoladaas wax kale kuma jiro walaalka waxaan leena diintii uu cabsada wax kale ma diintii uu cabsada ninkan xasadka ilaahay uu ka mangala asaga barbana firqa falqa adu aqristo xasadkaaga ma qabanay laakiin adiga xasadkin waa ka baxay waan lagu caawu cadaaba ka waran marka qeyrka waa laga qaaday
وان شيغنا نبو عد دينتا ذا وحالقي نقطي إيمان كاق وضعي في وحيابو ذا نسكاتيغي وهدو أذي أتقير أبو كسب كريم. نعم وحالي حسدك إلهي عرضي سأي قفك كل لازم يسقفك وحسد دايو. وحيو النبي عليه السلام الحسن يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وحيو الحسنات كاق وعنا معناه ما أنت صلاتك صباح دادو حجر مساجدك كسوتو كذين أجر يسوهلم ملي مذين حسدوا بلابا مقايدوا فريسنا هبل وحسدا قبيل هبل وحسدا لن هبل وحسدا حسدني بوح كلام حسد من عند أنفسهم إلهي ساسوي قال هذا مركو كتل ماما إلهي سبحانه وتعالى وحير ما نوير إنات كفرسان إذن كان ودوا لو تكفرون إنات كفرسان وأيديك عمل القتان إلهي حسد من عند أنفسهم وح كلام قال ساسي ربان وحير ربان فيري نينك بلود اللي وحرب بلود إنه كبره حسد واي حسد واي سيجار وعباء وحس لي كان انتو سيجار كو عائلة أصغر بر قاضوا عنا قاد كم أطور قمر ذلك كان وحكسي حاسد وي محانا فتكونوا سواء وحورنا ذاتك أن يتكمي الدغلاء لأنك حاسد اسكمي ذاتين قمر عشل عبتين قاد أسل عنتين مركة هورنا سهو كوباري حاسد نمو كوباري ولذلك من كان لهنا لسك إلى لقفك نبقى عليه سلاسة نحولية أن المرء على دين غريله فلن يذر أحدكم من يخالله منك وحور الدين تو نينك لسع تفيري هادو حاسد يا وقلوا منا وحو أصدقك كجر قصينا يا بتاس وقولنا نعم مركا وحولي يا نينك حاسدك وما أنت لأن كم قن هبل بابور عصب وقتي هبل وحاسو يالي هبل 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 وما أنت لأن دتك كله حول هذا كم مشغول سن وحور نبي عليه سلاسة حسنات كيس وعونه حسنات كيس سلاسة سودك ذي وحسنات كوا لقى عونه صدقوا بحث ولا عون ما حفا إيدا ذي كين إله كام من قلي حاسدك كان من المقارن هذه لكن حرام أكون عظيم محي لو حاسدك وعن الحرم حرام وين لس حاسدو حرام أكون عظيم مرك حسنات كا بحاي نعم شر الناس دتك وحنا قنيسا ودتك ودتك وشر بنا وجهك مرك لا أركو دتك وكعود بالسنة إنك حاسدك ولذلك حول النبي عليه السلام شر الناس من يبغى الناس ويبغى دونه دتك وحروحه وشر بنا دتك دتك النعاء ويجنا دتك النعيين دتك حاجر wax ka soo qeyr la sheegay xasad uu ku yaabo war ma garanaysaa ninka hebel walgu amaan amaanta dhibaysabo maxaa dhaqal bigiisa ilaa xasad ku abuur wal ciyaadu billahi qatar wi hadu iska zuulin marka uu ka gaarin oo naftiisa uu ka gaarin qatar ku socdaa asna waa inuu salaad ku qabaa iyo soon sadaqo ku jiro dadkana way nacbiye marka hebel waxa leey markuu soo galo walgu cudub bilaysa ka yimidaa leey maxaa dhacay qalbigiisa asaga xasad ku jira asagana asna qof dadkana uu ku cudub bilaysta naam حاسدك وحكيني كرا وفك وحليل حاسدك وحو دعي كرا انو قفك وحسد بينك شاكو قفك وحسد واكو من ابورك كرا محايا يلي حسد كجرا هب الخير وهل من كل لاي وحو ليا ما هب الخير مهلني بين تيسو وليه وان قيرك اني وهل لنك ذاتك لكن اني اوغان انو دي دنيا مركا كذا بقول عاي نين بين كل عادن دين تيس دجر تامر سيو ننك حسد كاس ننك سو بهدلو امو حوشيكو هاتو قولوين كان وصايد قرية كمدة حسد هو قبيل قبيل كله حسد أما نينك ما يشوفوا علاد كله حيسا أما كن كن سو كرر علاد كله حيسا ما تن ما مدحيني هو رعاها ما مدحيني هدو رعاها حسد ليك وح كلامها ولذلك بينه كل عفيري ما حب بينه شكت ما أخبار بين لسه قد بيها حسد إنما كينيس سأسأل الحاسد يتكلم في المحسود بما لا يحل له وح أبنان وكهذا يا أو من كذب وغيبة وإفشاء سر حتى هدو سرك وقرص وفافنا نعم أما كان لحسدي كاسو أرني سهل هو إلهي إنه تلا صارتو عايز ده إيه إنه حكومة صحوصن دتك حاسدين تين أن منت ترنا هيب الحاسد وهاي هيب دتك وحسداء ولا إلهي كمان قال توكل على الله هذيك إلهي سبحانه وتعالى أتلا صارت أبوك في لمبو نعم إلهي سبحانه وتعالى دعيسو دعوينك إلهي لقمان قلاي كمان قال أن أثيقنا أثيقه وكالها نقانين حاسدك سأو أرستد هكا أرسن معي حسد أدنك قلاي عدل أفل عدل نم أفل قفك كوحو مايو عدل أحمد داع فكرين عدل نم حتى حداع في إله لحساب تمي أساق معي أساق الدين تي سيح أحيار انتبه نعم سيدو كلا الرقية اسقطف دي حسد كوغال قفك ألقطف كالرقية الشرعية حسد وابحايا ميلو تقايم الحسد طيب ننك حسد كم حصة مينا والله شيخو أنا أقول أسكى قرص هذا لكن حس هذا باللي يقول ابتلي قف وناك أو إلهي سيدا أركو قلبي قاعد هايو
دد ساس أجر قفكاس الدو نعمك وأركب قلبك حنونا محوه ولا عمل حتى أسوأ وود محو ليه ولا يقو امتحاني محاسم إياه على قفكاس تقوضة البضي محايا التقوضة زوليسو إن الحسنات يذهبن سيئات عذر إلى إلهك وبيرزومها كو وحلقة ربا حقوق ذي كو ليه محسود كان أمان أمان دتك الحسد جرتي وحلاه ورنيه دتك بينك شيء جري كان نقول توبة على قربا هداد إيه كتب كين كرت وحقوف في عنتها أو لا بكرت إلهي إن أبرد إله أتراهي اللهم إني أعوذ بك وحيا بها النبي كعوذ بليس جري كمتى بغل حسدك إن إلهي حسدك إيه بيح قلبي إلهي دعاء هذا قدره إلهي ضدك محيي لي تبعي كان قد تمرك وحفي عارك تتبقى لا على هذا صاحبك دويا ونع قرابة دويا ونعيسى قلبي حسدك أجرى ما بكفر حسد بقى سأزداد هاد إلهي بري إلهي كقادك عذر هو إلهي وأقوم امتحان نعم ابتلاوي وأقوم امتحانه أكو صعن هؤلاء ملايين وحسني في عين هذا بكر اتق الله إلهي كعرس مر كان دمب نعم وحد آخر ساعة أحاديث وحد برتا حد أن شيء ناسو آخرين ونيو نيك وحسد قيامها أنتو تجا محوكم كيس محويا يعني. إن دين تيس ساتها سويدي وحاس ما كأركت آيات القرآن كأركت يا حديث آخر حسد كلا كوسابسا وكعب سنسة وكجوك سنسة مركز حسد وكاستاجيسة لكن مركز كلمك استاجيس نعم قرآن آخر سكبري قرآن آخر سقلبي أيو درج ألا بذكر الله تطمئن القلوب قرآن آخر سكبري يا دارة حسدك إنه كا هذه نك وحسد إنك هذلا نك محسودك وان شغل وحسدك الوقوص ابتلا وحكست أتحسد يزيد أو حد لا في سأنجري أتذب وقولين إلهك ما ينقل تاسو معنى هذا صدق هذا بحي نعم إن حالي إبليس إله محو عذاب دم مع صدي وجوه الرئيس وكون كان كذا عضو وحيه هيد حسد هذا دين أنتوا كده بإبليس أرك هذا ما شاذك وطنبينا سام عن هذا هيلاس كتأمل إبليس وحو حسده وإذا قال ربك للملائكة إني جعلهم في الأرض خليفة مركي ليجري وإذا قال الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلى إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين محو ديدي حسد محو يري آيتك المحيات فسجدوا إلى هذا كان من الجن ففسق عن أمر ربه إلهي كعاسي ما هذا أي حول لي أنا جاك خير بنوقف كان أنا كفي عن آدم ترابا لقسمي عيدا لقسمي أنا لكن أكأه ورياء وشاق ترابتي يبرت يدبك إنك يكلفل لي بدين يكو شاق لكن كبر وكو قاري ولذلك ساسوي ذاتك حسد كم هبل ولذاتك قرابة وقصك هي قدرا من قرابة كمان دو تجارك وقولي استو إلهي وحقصك إلهي وحقصك وحقول لي أنا كأقوم بدوحه يا ملك حتى مرة حول النصيب والله ما هني وح نصيب الله مجرى الله وحقيبي وح ولا قيبي وح نصيب الله دين دم تقال مركا أقرب إبليس ساس أيو على نار إلهي لعنده إلهي كله على إبليس والعياذ بالله وحلو فقه حسدك وكله عليك لي نعم حسدك ان 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 قابيلهم حقود ولا الكيس حسد ارضاد دمي غوهر سمدك كدع كوم هو حسد وهاي ارضاد دمي غوهر كدع ما هو ازنه حسد واطلع عليه نبي ابن ادم حبي الحق اذا قرب قربان فتقبل من احديما ولم يتقبل من الاخر مركي لي يري لا اقتلونك ويري وكدلا ما حد عداله اقبل انا محلي اقبل واي الى سبحانه وتعالى وحول انما يتقبل الله من المتقين انك الى حك متقين الى حك اقبل لا بدو بحالي قرباني بحيان قربانك إلهي نينك لا أقبلي وحالي وحوالا نينك الميش وحي وآلايا وحولي سيلو أقبلي كراه ولكن يسود لي فطوعت له نفسه وقتل أقيه فقتله مرقى دا من واش الله ولذلك نينك حاسدك فأصبح من النادمين صوما واش اللهينا نينك حاسدك شاء الله يوى الدنيا أخيرا وشاء الله يؤطل واش اللهينا هذا كلام حول إلهي سبحانه وتعالى وحكم إذا أن ود كثير من أهل الكتاب واشاغل يريدونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم ساسيك أهيد ذات قال هذا وحاليه الوحى كلام الربان إنه وحي الربان أي عمل أنقنه دين أصل لوقي ستين كان صاحبك وحور قبرين لعب تدور الربان كان وحاسي الربان مركا حسدك وصفاتك مشركين تواي وصفاتك يهودي نصارى ما هو حاليه قولاس إنه شبه رتا مركض إلهي كبر إنه حسد كاس أكسو لابد نعم نبقى عليه الصلاة والسلام واشاق حديث كها
وحول لا يجتمع في جوف عبد غبار في سبيل الله أدون أو إله جدك سودك علمي في حج جهنم مقول مايا وعجر ولا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد إيمان حسد أن قلبك أدونك يكون مقول مايا والإيمان كاك أبق أنت ليس دد حسد وحول دد أترينيس هذا أمح نعم إيمان كاك أبصو نعم إذن حوي هل كاسو حك قرني سامركا مسألة حسد كني مسألة قترته وقفك مسلم كل دون إله نوكا من قلا كل حسد وانا إلهي كمان قلا يعني حسد حكا قاد كرم هذا إله كمان قشيد أنا وحو عبسنا نيك وحسد أيه وضدك حوله ترنا أيه ونعمة ضقفك إنك سوس شجعل هب المحون على نعمة إلهي وسجد هاي هب الله محي وحوه شو لي هب الله محي نفي عن وحوه شد هاي هب الله محوق إسلام في عن وحل هاي كاس وكان له دقايق والله والقطر وآيداس آخري قطرة كسوون تاعي إلهي والله أبو إلهي إن سلاد سجودي كبر إلهي قلبي يعني حسد كبحشو مع قفك السجيو ونقنا مركو برتو 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 ما تنا مرة فكرة وح كرتو واسك حزدة نسأل الله سلامة الحديث كان قصة كوبية سبحانك الله وحده وحقد نفتي شيء ده هدا صح توفيق إلهي سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.